قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية بإنشاء خدمة البلاغات الإلكترونية، وهي خدمة تقوم بأتمتة خدمات الإدارة وكذلك قسم الدعم الفني، حيث يطبق النظام أفضل المعايير العالمية ITIL Standards ليعمل على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وزيادة الفاعلية وإنجاز المهام، ويقلل من تكاليف الدعم الفني والوصول إلى الحلول بشكل تقني وسريع والتكيف بسهولة مع متطلبات واحتياجات الوزارة. فتطور قسم الدعم الفني بشكل ملحوظ والخدمات التي يقدمها صارت أسهل.